ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. الأنظمة السياسية والاجتماعية بيكون إلها عادة أثر كبير على الاقتصاد، وهالأثر ممكن يكون سلبي أو إيجابي. رح نحكي اليوم كيف بتأثر البيروقراطية على الاقتصاد. في تقرير ألماني صدر قبل كم شهر بيقول إنه البيروقراطية بألمانيا بتتسبب كل سنة بخسارة مالية بتتقدر ب 45 مليار يورو، مبلغ ضخم كتير. بس كيف بتصير هالخسارة الكبيرة بسبب البيروقراطية؟ أول شيء، البيروقراطية بتتطلب أسلوب معالجة طويل للمعاملات، وكتير من خطوات هاي المعالجة يمكن الاستغناء عنها، وبما أنه ما عم بيتم الاستغناء عنها فبالتأكيد عم بينصرف عليها مصاري، رواتب موظفين، حفظ معلومات وبيانات، أرشفة وغيرها. ولما منكون عم نحكي على مستوى الدولة يلي فيها عدد هائل من الدوائر والمؤسسات، فأكيد الأموال يلي عم تنهدر بسبب البيروقراطية هي مبالغ ضخمة. السبب الثاني من أسباب إنه البيروقراطية بتسبب خسارات اقتصادية كبيرة هو إنه الوقت اللي بتتطلبه هاي المعاملات هو وقت مهدور وضايع من حياة الموظف والمؤسسة. فبهذا الوقت الضايع، إذا الموظف بيشتغل على تطوير أي مهارة من مهاراته فهي بالنسبة له ربح، لأنه اكتسابه هاي المهارة رح يطوره بشغله. وبالنسبة للمؤسسة، فكل ثانية بتنهدر هي إنتاج عم بيتأخر. السبب الثالث واللي فينا نعتبره من أهم الأسباب يلي بتخلي البيروقراطية إلها أثر سلبي على الاقتصاد هو تأثيرها على الاستثمار. من المعروف طبعاً إنه جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية هو عامل من عوامل نهوض الاقتصاد وتطور بأي بلد. بس لما منجي للبلدان المعروفة بالبيروقراطية المعقدة منلاقيها غير مرغوبة للاستثمار. ليش؟ لأنه المستثمر بده يستفيد من كل الوقت يلي عنده، ما بده يضيع وقته ومصاريه بإصدار أوراق ما إلها أي فائدة، ومراجعة دوائر ما إلها أي علاقة بمجال الاستثمار. وكمان بالنسبة للمستثمر، كل يوم بضيعه هو خسارة مالية بالنسبة إله هو بغنى عنها. مشان هيك بيتجهوا المستثمرين للدول الأقل بيروقراطية ليقدروا يباشروا فيها باستثمارهم بأسرع وقت ممكن. وهيك منشوف إنه البيروقراطية كمفهوم اجتماعي وسياسي له أثر كتير كبير على الاقتصاد، وبيتسبب بخسارات مالية ضخمة. مشان هيك عم تتجه معظم الدول المتطورة لمحاربة البيروقراطية بعدة وسائل وطرق، بينما لسه في دول كتيرة يلي مرتبطة فيها البيروقراطية بالفساد كل مالها عم تتأصل فيها البيروقراطية وتتسبب بتراجعها الاقتصادي. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.